السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نعمل محاضرة على الباوربوينت وبعد كده ادخلها على الفيديو، وبعض الاوقات اعرض الفيديو وبعض الاوقات اعرض الباوربوينت. بحتاج ان انا اظهر الوجه بعض الاوقات عشان الناس تفهم اكتر من خلال حركة الوجه، من خلال الحركة بتاعت الايد، وفي بعض الاوقات بحتاج ان انا اظهر الباوربوينت عشان الناس تقرا الكلام وتبقى مركزة اكتر. طيب، عندي هنا زرار ريكورد او المفتاح الكامتازيا، بقول له ريكورد فبيبدا يجيب لي الشاشه اللي وراها، يعني هو بيخفي الكامتازيا ويبدا يظهر الشاشه اللي وراها، وبيجيب لي مجموعه زرار بسيطه، ابدا تسجيل، وقف تسجيل، ستارت. فانت هنا بتشغل الكاميرا وبتشغل الاوديو، تختار المايك اللي انت عايزه وتقول له ابدا. لما تخلص هتقول له ستوب. طيب، انا هبدا اعرض اهو الباوربوينت بتاعي اهوت. ده البورتفوليو فيه المعلومات الخاصه بيا، تمام، السبيكر وهكذا، تمام. دي طريقه، وممكن تصدر الباوربوينت على هيئه فيديو وتعدل عليه في برنامج كامتازيا. تقدر تقول له صدر لي المشروع ده كفيديو، هقول بس انيبل ايديتنج. بعد كده هتقول له فايل وتقول له اكسبورت، وبعد كده هتقول له كرييت ا فيديو، وتبدا تختار درجه الفيديو وهيطلع لك الفيديو. كل اللي عليك بعد كده، تمام، بعد ما توقف التسجيل، تمام، هتيجي هنا وتقول له امبورت ميديا، وتروح مدخل الفيديو اللي انت لسه عامل له اكسبورت من الباوربوينت، فيبدا يظهر لك الباوربوينت على هيئه شرايح. او هنوقف التسجيل نقول له ستوب، تمام، هيبدا ياخد لي الفيديو اللي احنا سجلناه يظهر عندي هنا في الكامتازيا. ظهر عندي اهوت، وهو اوتوماتيك حطه لي هنا في التايم لاين. فانا عندي هنا حاجتين، عندي الفيديو وعندي الشاشه. طيب، هفترض ان في بعض الاوقات انا محتاج الشاشه وبعض الاوقات انا محتاج الصوره. ممكن تيجي هنا وتقول له ايه، ممكن تكبر ده بالشكل دوت، تمام كده، الشاشه بتاعتك تقدر تكبرها بحيث انها تملى الشاشه كلها بالشكل دوت. انت دلوقتي عايز تظهر الـ الفيديو ده بس، تمام. طيب، انا عندي مشكله بقى، لما اجي اقطع هتلاقي ان الصوت، تمام، منفصل عن الصوت، هتقطع كمان، يعني لو جيت لغيت الجزء دوت هتلاقي الصوت لغى معايا. فالاحسن ان انا هدوس هنا واقول له سيبريت اوديو اند فيديو، هيخلي ده لوحده وده لوحده. دلوقتي انا اقدر اجي بعد ما قسمت الصوت والفيديوهات ديت، اقدر اجي اقول له اقطع لي هنا مثلا، تمام، فالجزء ده قطع كده، الصوت معايا شغال مفيش اي مشاكل خالص، بس هنا هيبدا يعرض لي ده بس، وبعد شويه يبدا يعرض لي الفيديو بس. وممكن اجي هنا اقول له اقطع، تمام، اقطع في دي اهي، واقول له برده اقطع هنا لو انا مش عايز بتاع دي تظهر ورايا، اقول له اقطع لي هنا، تمام. يبقى انا قطعت مره هنا ومره هنا، ممكن مثلا المره دي اقطع هنا، ثانيه واحده، ممكن مثلا هنا اقول له اقطع لي هنا، تمام، اقطع لي في ديت، هلغي دي. يبقى هيبقى عندي الفيديو بالشكل دوت. اول جزء مثلا ده بيظهر لي الشاشه بس، هنا بيبدا يظهر الكلام بتاعي انا بس، بعد شويه الباوربوينت انا محتاجه اقدر اقطع فيهم هما الاثنين بالشكل دوت، هقول له قط، وبعد شويه هقول له علم على الاثنين دول واقول له قط، تمام، ومره الغي دوت ومره الغي دوت، خلاص بقت ايه الحاجه اللي انت عايزها بالشكل دوت. يبقى انا هتيجي هنا هيعرض لي الباوربوينت، بعد فتره هيعرض الفيديو بتاعنا بس، بعد فتره ممكن يعرض الاثنين، فبقدر اتحكم في ايه اللي يظهر معايا، تمام. طبعا انا كده بوظت الفيديو، فاضطر ان انا احط تاني مجرد ان انا اعمل سيلكت على دول والغيهم واسحب دوت واحطه هنا واشتغل عادي بدون اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل وبسيط، وبرنامج خفيف على الجهاز، وبرنامج تقدر تعمل بيه مؤثرات. يعني مثلا لو انت عايز تحط مؤثر على الماوس، تمام، تقدر تيجي هنا على المؤثرات وتبدا تسحب المؤثر وتحطه في اي مؤشر يظهر، يبدا يظهر لك الهايلايت عليه، تمام. لو في مؤشر موجود بيبدا يعمل هايلايت. ممكن تقول له مثلا الصوت، تبدا تقول له انا عايز اعمل افكت على الصوت، عايز اعلي الصوت، وتسحب المؤشر يروح معلي لك الصوت. عايز في بعض المؤثرات تخلي حاجة سريعة بطيئة يعمل شادو، ممكن نعمل انيميشن بين حاجة وحاجة، او ممكن نقول له
انسيميشن اهوت، تقول له مثلا بين اللقطه دي واللقطه دي اعمل لي مؤثر، فيبقى في مؤثر انتقالي كده يبقى شكله جميل. اهو ده الماوس اهوت هايلايت محطوط عليه، تمام. وده المؤثر اللي هو بيتنقل من حاجه لحاجه بالشكل دوت. تقدر تعمل مؤثر للكتابه مثلا بالشكل دوت. ممكن تكتب، تعمل تكست على الشغل بتاعك، تقدر تضيف كلام او ترجمه للحاجه اللي انت عايز تعملها، تمام. دي ترجمه، ماشي. يبدأ يظهر لك الترجمه زي ما انت شايف اثناء ما انت هتشغل في الفيديو، هتلاقي فيه ترجمه ظهر، تمام. بحس ان ممكن تعمل فيديو بلغه وتخلي ترجمه بلغه اخرى. ممكن تحط مؤثر مثلا زي دوت، تمام. اول ما يجي هنا يبدا يجيب لك كلام، تمام. تقدر تيجي هنا وتعدل الكلمه اللي انت عايزها. بعد ما بتخلص خالص هتقول له شير وتقول له لوكال فيديو، وتروح مسيبه كفيديو اهوت، تمام، ام بي 4، وتختار الاسم اللي انت عايز سايف عليه، هيسافلك كل الشغل الموجود دوت.